النهضة سي محمد مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبمستمعيكم. وينك هالغيبة سي محمد؟ أين اختفى محمد بن سلم؟ لا لا ما اختفاش، لبس عليه. كيفاش يقولوا جو سوي ان جين ريتريتي يقولوا الفرنسيس. فنعدي في كيفاش يقولوا ريتريتي يعني تقاعد. اي تقاعد تاعي بيزيبلومون معناها. مرحبا بك محمد بن سالم، باش نحكيو معك بعد شويه حول المستجدات السياسيه والبرلمانيه، وخاصه في علاقه بحزب حركه النهضه اللي انت قيادي فيه. واصل حضوره معنا ويرافقنا في التحليل ونقاش زميلي محلل البرنامج جهاد الحاج سالم. نمشي معك مباشره للسؤال الاول محمد بن سالم. في اخر بيان للمكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة في اجتماعه الدوري يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، النهضة تعبر عن تضامنها مع حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية أثل تعرضهم لحملات تشويه بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق سيد نبيل القروي رئيس الحزب. بيان ونقطة وردت في هذا البيان أثارت الكثير من الحبر وأثارت الكثير من الجدل في علاقة بالخط السياسي والمواقف السياسية لحزبكم حزب حركة النهضة في الوقت اللي طلبتوا فيه باستقالة الفخفاخ وبأيضا الإطاحة بحكومة الفخفاخ بشبهة تضارب المصالح. اليوم النهضة تدافع عن نبيل القروي وتتضامن مع حزب قلب تونس. برشة وين سيتسائلوا على أي قدم ترقص النهضة سي محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة البيان كان متوازن شوي، يعني فما لوجيك معينة تبع فيها النهضة، فما واقع سياسي الآن هي ما دفعتش خلاف ما قلت أنت تو تدافع على نبيل القروي وتتضامن مع قلب تونس. هذا ما فهم، هذا مفهوم، هذا تأويل جزء من الرأي. مش شوية عند مش تأويل جزء من الرأي. ما نقلته أنت، ما نقلته أنت. يعني اللي يقرأ البيان ما يلقاش لا إدانة لقرار القضاء ولا دفاع على نبيل القروي، يلقى فقط تضامن مع قلب تونس، مش لأنه رئيس تشد، فهمتني، ولكن للحملة اللي تعرض له. وكأنه حال البيان يقول راه فما فرق بين شخص وقت اللي يدان، يعني هو اللي مدان، والقضاء يزم يقول رايه في كل الناس سواء كانوا رؤساء أحزاب وإلا مواطنين عاديين، وبين معناها حزب سياسي موجود حتى لو أدين الرئيس متاعه. الشعب هو اللي يحكم هل الإدانة هذه تمس الحزب وبالتالي نقص من شعبيته. فهي أدانة الحملة اللي مست الكتلة اللي هما متحالفين فيها، متحالفين معاها في البرلمان، وهذا نتصوره شيء طبيعي. معناها الحقيقة أنا قريته بكل انتباه، أنت تعرف رأيي عموما مانيش مع السياسة هذه، وأنا كنت نتمنى أنه الحركة تعمل تقوي ولا تمتن الائتلاف السابق اللي كان مع الأحزاب الثورية اللي نجحت في الانتخابات واللي قريبة منا ومناصرة للثورة، وما تحطش يدها في دين الناس اللي معروف عليهم بلوتو وهما يدافعوا على الثورة المضادة عموما ومعترفين بالثورة على تراطش الشفاة. فطبعا أنا رأيي من هكا، للأسف الأمور في حركة النهضة مش تمشي كيما نحبوا احنا ولا كيما نحبانا، ولكن البيان ما فيهش عيب. البيان معناها وزن الكلمات مليح، تعاطف مع حزب عنده معاه ائتلاف، هذا طبيعي. ما تهجمش لا على القضاء ولا دافع على الفساد، وهذا ما نتصوره عمل سياسي كوركت. محمد بن سالم، الحقيقه مصدر الجدل متعلق بسيرورة تاع تطور مواقف سياسية بالنسبة لحركة النهضة تجاه نبيل القروي، تجاه حزب قلب تونس. نذكروا بمواقفكم من هذا الحزب ومن رئيسه بين الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية الأخيرة. وعلى هذا الأساس أنت الآن تتحدث عن موقف متوازن، موقف عقلاني ربما وفق تقديرك، لكن التوانسة الآن يقارنون
من خلال هذا الموقف ماذا أرادت أن تقول النهضة؟ هل يعني وأنها متمسكة بهذا التحالف مع حزب قلب تونس؟ ألا تخشى وأنه ربما يضعف مصداقيتها، خاصة وأنه في وقت سابق لمجرد شبه تضارب المصالح ما وقفتش مع ياسر الفخفاخ؟ نعم نعم، هذا على كل حال أنا نقدر أنه موقف الحركة من حكومة الفخفاخ كان فيه كثير من التسرع وفيه بعض مصالح بعض الأجنحة المقربة لرئيس الحركة للأسف كانت تحب تطيح الحكومة، وما كانش في بالها أنه كتطيح الحكومة هذه تخرج الحركة تماما من الحكومة وجي حكومة غير سياسية، وهذا الكل مخالف لكل ما تدعو له النهضة. النهضة كانت تقول يلزم حكومة سياسية، يلزم احترام نتائج الانتخابات، وفي الأخر سمحني يعمل الجاهل بنفسه ما يعمل العدو بعدوه كما يقولوا التوانسة. وأنا في بالي كان خطأ أنه النهضة تقف ذلك الموقف، ولكن النهضة كان يسعها طبعا ما تنجمش الدافع إذا فما تضارب مصالح، ولكن ما كانش تكون هي الفعل الأساسي في إسقاط الحكومة عند فيها ستة وزراء، ومش وزراء مش كلهم على كل حال، على كل حال وزير الصحة كان حوله رضا كبير في طريقة معناها تحكمه في أزمة الكورونا في البداية، وحققنا نتائج جيدة جدا، ولكن أظن أكل النجاح ذاك قلق بعض الناس وساهم في إسقاط الحكومة للأسف الشديد. جهاد، موقف متوازن يقول محمد بن سالم، يقول لك أنا راني مانيش راضي على الخط السياسي الحركة، لكن أعتبر وأنه ما ورد في هذا البيان هو موقف متوازن، موقف مسؤول، هو دفاع مبدئي مش على نبيل القروي بل على نواب قلب تونس اللي هما شركاء للنهضة في البرلمان. ربما ما أنت في صياغة بوليتيكمون كوريكت، ما أنت صحيحة سياسيا، ما تنجمش تقرأ بها ما أنت دفاع عن نبيل القروي وإلا تشكيك في القرار القضائي وإلا غيره، لكن فعليا ما وراء السطور ما أنت قراءة من ما وراء السطور يبدو أنه حركة النهضة ما أنت بالبيان ذي حاب تأكد أنها متشبثة بالشراكة أو التحالف مع قلب تونس، هذا أول شيء. ثاني شيء كانت مع أنت فم برشا حديث على مستقبل ما يسمى الحزام السياسي لحكومة هشام مشيشي أو التحالف البرلماني، فيبدو أنه جاء تأكيد من المكتب التنفيذي لحركة النهضة أنه ما زلنا صامدين مع بعضنا، ما زلنا متضامنين مع بعضنا من الداخل، فهمتني؟ هذه الرسالة الثانية. وما ننساوش أنه زاد جاء البيان هذا مع اجتماع للحزام السياسي للحكومة مع السيد هشام مشيشي، معناته اللي في البلاغ الحكومي ما جبتش أكيد على قضية نبيل القروي، لكن حبي أكد أنه حزام سياسي الحكومة ما زال صامد، ما زالت الحكومة ذي عندها حزام داخل البرلمان، وأنه قضية صاحب الثقة وإلا قضية ربما حتى تحوير وزاري موسع ما زال بكري عليها نوعا ما. فهذه رسالة سياسية معناتها تتعلق بالتوازن داخل التحالف الموجود والعلاقة مع الحكومة ودعمها من داخل البرلمان أكثر من يتعلق بالسيد نبيل القروي في حد ذاته نتصور وقضيته. نعم. أكثر من هذا. لكن في المقابل اللي ممكن بعض الناس يلوموه ولا خذوه كتأويل غير مباشر للكلام هذا، أنه نظم مواصلة في سياسة الذهاب مع نبيل القروي وما يسمى جزء من المنظومة القديمة بين ظفرين إلى الأمام، يعني لا تراجع في الخط السياسي هذايا اللي تأكد من منذ إسقاط حكومة الياس فخفاخ. معناتها كان الخيارات كانت واضحة، يا إما باش تكون مع قوة جديدة نوعا ما، قوة أفرزتها ثورة بشكل أو بآخر، حزب التيار الديمقراطي ولا حركة الشعب ولا غيرهم، هما قوة معناتها كانت في المعارضة في السابق وكأحزاب أصلا أفرزتها ثورة توا، معناتها في مقابل انه قلب تونس محسوب على المنظومه القديمه، محسوب على التجمع الدستوري الديمقراطي، على الحزب الدستور، محسوب على المنظومه الماليه الاعلاميه السياسيه القديمه. فيبدو انه الخيار واضح بالنسبه للجناح المهيمن داخل حركه النهضه هو المواصله في سياسه ما يسمى التوافق مع جزء من المنظومه القديمه، ولو انه فما جزء اخر من المنظومه القديمه صوتوا عليه برشا ضد حركه النهضه واصبح يمثل تهديد عليها. ونتصور كل ما التهديد نتاع الحزب الدستوري القديم يقوى كل ما السياسة هذيك قاعدة تقوى أكثر، كل ما الصوت متاع عبير موسي يقوى، كل ما فكرة أنه يجب التحالف مع جزء من التساترة والمنظومة القديمة لشق صف ولا عبير موسي وقدرتها على تجميع التساترة وعلى تجميع عناصر المنظومة القديمة قاعد يقوى. أنا حسيت عندي تتم للجواب متاع قبيلي.
صحيح احنا انتقدنا او سلطنا الضوء على موقف النهضة من حكومة الفخفاخ، ولكن خلينا باش نكونوا عادلين، اللي اسقط حكومة الفخفاخ هو كذلك اللي سميته انا قبله مازلت شادد في التسمية المراهقة السياسية متاع شركانا في ذلك الائتلاف. يعني فما حاجة كانت غير مقبولة اطلاقا، نكونوا في ائتلاف واحد والخصومة بين معناها الاطراف المكونة للائتلاف اكثر حدة من الخصومة مع المعارضة. في العادة عندما يكون ائتلاف حاكم تكون الخصومة البارزة بينه وبين المعارضة في الديمقراطيات الكل. احنا للأسف شركانا كان هدفهم الوحيد هو هما شركانا في الحكومة والوزراء ما بيناتهمش مشكلة على فكرة، ما كانش فما صراع داخل الحكومة، كان الصراع داخل المجلس. كيفاش نقول؟ لا مش المجلس، داخل القيادات القيادات بتاع الأحزاب اللي ما كانتش في الحكومة واللي ربما كانت عندها طموح عندما تطيح الحكومة ينالها نصيب بعد ما تطيح الحكومة. هذا نظرة عدمية للأسف الشديد، وهذه موجودة ربما في ثلاثة أحزاب، وخاصة في حركة الشعب. حركة الشعب اللي كان يعمل في تصريحات نارية وهجمات على رئيس الحركة وعلى الحركة وكذا، هم الناس اللي ما مشاوش الحكومة. علاش؟ لأنه مشكلتهم معناها هما قيادات في الحزب، والحزب اخذ قرار لأنهم كانوا محرجين باش يقبلوه على أنه النواب ما يدخلوش الحكومة وخلي اللي ما نجحوش في مجلس النواب هم اللي يمشيوا الحكومة، خلاه بعضهم يعمل في تصريحات وهذا قلت وأنا قبل وللحقيقة هي حقيقة دامغة واضحة موجودة كذلك حتى في التيار. شكون اللي أكثر ناس عدوانية ضد الائتلاف وضد النهضة؟ هما كما سامي عبو هما النواب اللي ربما كانوا معناها يراو عندهم أحقية باش يكونوا في الحكومة من غير الناس اللي مشات تمثلهم هنالك. فبالتالي وإحنا كذلك إحقاق الحق بعض القيادات المقربة من رئيس الحركة واللي ما كانش فرحانة بأنه كذلك هي يقع إقصاها، لأنه بعض منهم وقع اقتراحه، وأظن السيد إلياس الفخفاخ استبعدها من الكيب متاعه، وهذا كذلك خلى بعض حتى القياديين من النهضة معناها عاملين جهدهم جهد كبير باش يقع إسقاط الحكومة، وهذا الحقيقة ما كانش في صالح البلاد بل هي مصالح شخصية بحتة، سواء في الشعب والناس اللي قوضت الائتلاف، سواء في المؤتمر في التيار الديمقراطي اللي كذلك عملوا جهدهم باش يقوضوا الائتلاف، وكذلك في بعض القياديين متاع النهضة اللي للأسف ما ساءهم أنه أحدهم اللي هو عبد اللطيف المكي كان ناجح نجاح كبير، وهذا للأسف لو تسألي معناها فما مسائل تتفهم في السياسة بدون ما يكون هناك واحد واثنين يساوي ثلاثة جهات. يعني سي محمد اللي حاب نفهمه منك أنه فعليا بكري كنا نحكيه على أنجيلا ميركل وكيفاش كملت مسيرتها، وأنه ثلاثة قيم اللي بنت عليهم مسيرتها اللي هي الهدوء والصمت والحذر والقرب والزمالة، وقدرتها على انها تعقد التحالف مع الحزب الاشتراكي اللي قاد المانيا لمده 16 سنه وصنع النهضه تاع المانيا، وانها تغلب معناتها المصلحه نتاع الحزب المصلحه الوطنيه على مصلحه حزبها ومصلحه نفسها والايديولوجيا. يعني في النهايه كي تقول معناتها انت حكيت بصراحه وبنزاهه تاع سي محمد انه فما عركه اصلا حتى بعيده على الايديولوجيا كفكره، فما عركه تاع مواقع نتاع انا شخص ولا مجموعة أشخاص لازمنا نكونوا موجودين في منظومة الحكم. المشكلة يعني عادي ياسر بشوي، المشكلة هذه راهي مشكلة كبيرة في بلادنا. شنو اللي هرس، خليني نستعمل الكلمة بالفلاقي كما يقولوا، نداء. اللي هرس النداء ما بيناتهمش اختلافات لا في الايديولوجيا ولا في النظرة الاقتصادية ولا النظرة الاجتماعية، فقط اللي كانوا يسعوا باش يطيحوا حكومة سي الحبيب الصيد أكثرهم لا نهضة ولا معارضة، بل هما من نداء تونس. علاش؟ فقط باش تفضل بلاصة كي يقع إعادة تكوين حكومة اللي يلقى روحه لبرا ولا عنده شوية أمل باش يكون الداخل.
للأسف الشديد. ومن بعد هما نفسهم اللي ما لقوش بلاصة مع يوسف الشاهد من نداء تونس أكثر حدة في معارضة يوسف الشاهد وجماعته وحكومته. يعني للأسف هذايا معضلة كبيرة، هذه معضلة كبيرة في بلادنا وما يسلمش منها حزب. يعني أنا تكلمت الآن على النهضة، للأسف كذلك احنا توانسة كبقيت توانسة وما ناش ملايكة، وبالتالي هالمسألة هذه في العادة تكون ما هيش ظاهرة عنا، لأنه القيم والأخلاق المفروض من شعاراتنا الرئيسية وبالتالي ما يخرش علينا باش الواحد يجبد لروحه، ولكن بعضنا للأسف شراهة الحكم تخليه يطيح حكومة حزبه عنده فيها 6 وزراء وباش في الاخر تولي حكومة ما هي سياسية خلافة لكل مبادئ الحزب. والآن هما فرحانين مش ياسر لأنهم طبيعي محمد السلام اليوم التوانسي يتسألوا التوانسي يقول لك احنا مشينا انتخبنا النهضة وانتخبنا الطيار وانتخبنا قلب تونس وانتخبنا تحية تونس وانتخبنا الشعب وائتلاف الكرامة وغيرها من الأطراف السياسية، نجد أنفسنا إزاء حكومة بلا لون ولا طعم ولا رائحة، من انتخب المشيشي ووزراء وحتى يكونوا في السلطة اليوم. نعم ولا كومبيتونس، أنا نزيد ولا كفاءة، تشكك حتى في كفاءة الحكومة الحالية. كثير منهم بصراحة وقت اللي واحد يشوفهم يتكلموا في المجلس وإلا يشوف عملهم خارج الكلام يعني بالفعل يحشم أنه ما ذوما وزراء نتاع الدولة نتاعو. طبعا ماكش باش تسألني شكون لأني مانيش باش نجاوبك لأنه المسألة محرجة وماهيش معقولة أصلا. فللأسف هذا هو المشكل الموجود في بلادنا. معناها احنا باش نذكر توانسة ونذكر النهضويين، راهي الحزب الاول اللي طلع في الانتخابات هو حركة النهضة، وكان المفروض حركة النهضة هي اللي تكون الحكومة، ونفس الأشياء اللي خلاتهم يطيعوا حكومة الفخفاخ نفس الأسماء، هي نفس الأسباب هي اللي خلاتهم يطيحوا حكومة الجملي. وأنا في مجلس الشورى أكثر من مرة نطالب بالتحقيق من أسقط حكومة الجملي. مش المشكلة لأنه الجملي معناها فريد زمان وشكون طيح وشكون حرمنا ما الطاقات الكبيرة هذه، لا مش هذيك القصة. القصة هي كانت المبادرة في دين النهضة وكانت هي اللي تكون الحكومة ودخل معها شركاء، مشيت ضيعتها واعطت الفرصة هذه الرئيس الدولة اللي كل مرة يجيب لنا معناها مقترح وهيك تشوف مع المشيشي معناها كانت سمحني في الكلمة فضيحة، يختاروا اليوم ومن بعد يجي للأحزاب يقولها بالله يطيحوه لي، راهو سيئ ما نعطيته الكارت أنا باش يعمل حكومة ونحبكم انتوما، يعني حاجة معناها ما يقبلهاش المنطق السليم. ولحد الآن مازالت العلاقة متوترة بين رئاسة الحكومة. طيب هذا خلينا نتسأله اليوم محمد بن سالم، هل النهضة ومؤسساتها كمجلس الشورى كمكتب تنفيذي رؤية واضحة في علاقة بالمستقبل؟ اليوم البلاد في أزمة، اليوم تعددت المبادرات في تونس، يعني يوم أمس بشكل ساخر تحدث حاتم المليكي عضو مجلس نواب الشعب قال تقريبا ما زالت كل شيء جمعية رفق بالحيوان ما عملتش مبادرة سياسية لإخراج تونس من أزمتها الراهنة، ولكن ما فهمش رؤية وطنية واضحة إلى حد الآن على الأقل داخل النهضة، فما رؤية واضحة؟ للأسف الشديد ونقول الكلام هذا بكل مرارة، المطبخ نتاع النهضة معطل، لأنه المشاكل الداخلية اللي ما أنزل الله بها من سلطان، عندنا قانون مفروض يطبق بدون فوعة وبدون مشاكل، نقر وإحنا مضطرين معناها المئة باش يذكروا بالقانون اللي ما كناش في حاجة ليه، ومش هكاك حكوا رؤوسهم قاموا يذكروا به القانون، لا، لأنه فما ناس تسعى للتمديد ورئيس الحركة نفسه في مقابلات عديدة معناها يهمش في القانون وما هوش قرآن والمصلحة هي الأولى ونشوفه، وهذا كلام. لكن خليل البرعومي المكلف بالإعلام وعضو المكتب التنفيذي كان واضح البارح وقال الأستاذ رشد الغنوشي لن يترشح محمد بن سالم. لا عاد ما نحتاجوش لسي برعومي احنا باش نسمعوا الخبر الباهي هذا، السيد رئيس الحركة قالوا، ولكن مشاكل الحركة ماهيش فقط النقطة هذه، سيفري النقطة هذه هي
القطرة التي أفاضت الكأس، ولكن احنا عندنا إشكال في طريقة حوكمة الحركة. يعني الحركة اللي كانت كتجي تبعث في ممثلها للحكومة مجلس الشورى ينتخب 10 ويضيفهم المكتب التنفيذي، لأنه مش سهل باش تجمع 150 في 48 ساعة، ومش سهل باش تختار الوزراء، تعمل مؤسسة عليا بين الشورى والتنفيذي وتصير انتخابات وتصويتات عديدة. سي منصور بن سالم وقع التصويت عليه 4 أو 5 مرات، مينيموم 4 مرات إذا مش 5. علاش؟ لأنه بعد شوية يقولون هاو فما ظهر لي واحد أحسن، وبالتالي ما حطيناهش في المعادله المره اللي فاتت رغم وزنه التاريخي. رغم اللي نعرفوه وتعرفوه الناس كل على سي منصور هو اكثر واحد، الله يرحمه، الله يرحمه ان شاء الله. فهمتني اللي صار عليه العبد لله نفس الشيء على الاقل 2 أو 3. الان ولا لا اي مؤسسه تختار ولا اي مؤسسه تصوت، فقط رئيس الحركه يختار من المقربين. هذه حقيقة. شو معنى هذا؟ هذا حركة النهضة تحولت إلى مزرعة خاصة للأستاذ رشد الغنوشي؟ بشوي يعني ما قلتش أستاذ، لا نطرح في سؤال، أطرح اللي تحب، أنا هاو ما نوصلش لغادي، أنا نوصف لك في الواقع. الواقع أنه حركة النهضة تبعث في وزراء يمثلها في الحكومات، ما فما حتى مؤسسة انتخبته، ولكن يتعداوا بطريقة أو بأخرى للتزكية. بعد ما يكون أعطت القائمة نتاعهم الرئيس الحكومة وأعلن عليهم أنه هم ممثلي الحركة، ومن بعد يجي مجلس الشورى بعد جمعة وأكثر وكذا، أيا إحنا اقترحنا هذا، باهي إحنا كساعة بين خيارين أحلاهما مر. إذا قلنا لا إحنا ما يساعدناش، يعني مش نسفه رئيس الحركة والقرار هذا وتولي مشكلة كبيرة، وبين يا سيدي عداها وخلينا من المشاكل. هذا اللي موجود الان في حركنا. بالتالي احنا لو جات الحوكمه جيده يا استاذ كنا نجاوز الفصل 31، كنا نقول بالله مش مشكله حتى على ليميت، معناها نتجاوزوه بالتوافق، وهي يا سيدي قداش مره واحده ما هو الا نصيف مره نمدولك بعامين وما نعملوش هالمشكلات. ولكن الإشكال أكبر بكثير من الفصل 31. إحنا الآن واحلين باش نعملوا مكتب تنفيذي متوازن. رئيس الحركة صحيح تراجع على مسألة التمديد، وإحنا ثمنا هذا التراجع وقلنا حاجة جيدة جدا وشكرناه على ذلك، رغم اللي هو الأصل طبيعي ولو الدنيا دنيا ما نوصلوش باش نختلفوا حوله. ولكن الآن مرة يقول وحدة الحركة معناها خط أحمر، ومتغدوة تولي وحدة الحركة ما عادش خط أحمر، ونوليو الناس اللي موجودين الآن وشدين الضمان ما يحبوش، ما همش مستعدين باش يكون فيه مكتب تنفيذي متوازن. وإحنا كنقول يا أستاذ مكتب تنفيذي متوازن، راهو ما حشناش ببلايص في المكتب التنفيذي، مش هذه المشكلة. المشكلة هي المؤتمر الجاي، هل مش تقوم عليه مكتب تنفيذي؟ يعني ماهوش باش يطوع المؤتمر في اتجاه معين، والا باش يمشيوا كعادتنا، معناها اللجان واللي تحضر المؤتمر هي لجان معناها متوازنه ما عندهاش مشكل معين، فيها اراء مختلفه، ومن بعد اللي يوصل كنتيجه المؤتمر يقبلوا بها. يعني سي محمد نفهم من كلامك وانه الى حد الان قضية المكتب التنفيذي الجديد المرتقب وأيضا حسم النقاط الخلافية في علاقة بمسار الأعداد للمؤتمر القادم ما زالت لم تحسم في حركة النهضة؟ لم تحسم للبارح، رئيس الحركة مازال متردد. مرة وحدة الحركة خط أحمر وبالتالي ما لازمناش نغامروا باش نقسموا الحركة، ونهار ما عادش هذاك هو المطلوب. المطلوب هو إرضاء المقربين، وهذو ما قدموا خدمات المقربين سي محمد اللي موجودين. أخي أنت عارف المشكلة الأساسية، لأنه كان عندك برشا تصريحات في هذا الاتجاه، وحسب المعلومات اللي عندي أثارت امتعاض داخل مؤسسات الحركة وحتى صلب قواعد الحركة. أنا مش دوري وأنك تغرد خارج السرب، وأنك بصدد تصريح حسابات. شوي اللي غرد، اللي قال كلمة يغرد خارج السرب هو سي لطفي زيتون، باش نذكره وربي يفرج عليه لأني سمعت به مريض.
وفي بالي طوه خرج من السرب تماما. مش فقط كل شيء هو حتى سي رفيق عبد السلام في وقت من الأوقات قال أترفع عن الرد على يا سيدي هو به هو يترفع ربي يبارك فيه. أما أنا وقت اللي تكون فما مصلحة البلاد ومصلحة الحركة أنا ما نترفعش، أنا ما نترفعش، لأنه المسألة لأنه الديمقراطية داخل الأحزاب ما هي شأن داخلي للأحزاب. شكون البارح في التلفزة نسمع فيه يقول الحزب الفلاني كان حزب سيلباشي، الحزب الفلاني نتاع نبيل القرم، الحزب الفلاني نتاع يوسف الشاهد، الحزب الفلاني نتاع راس الغنوشي. احنا يا سيدي عمارنا امضيناها في الحركة عمرنا ولا قلنا الحزب هذا حزب زيد ولا عمر، لا الشيخ عبد الفتاح ولا الشيخ راشد. قلنا كنا نفتخر ان حركة مؤسسات، بشوية بشوية هذا الامر اضمحل. لكن فما مجلس الشورى قائم بالذات سي محمد فما قاعدين تمارسوا في ديمقراطيه داخليه، والدليل وانه 100 قيادي من بينهم انت وجهتوا رساله لرئيس الحركه. ايش وصلنا لذلك؟ فما نقد قاعد يتم تقبل رسمه. احنا مازلنا ما ناش قابلين انه يكون هالحركه الكبيره هذه مزرعه زيد ولا عمر، ولكن المؤسسات ماهيش تخدم بشكل جيد. كثير من الأصوات مش ماخذة حظها. أنت تعرف صارت انتخابات متاع القوائم الانتخابية وكيفاش وقعد تعامل معها. هل هذه حركة متاع مؤسسات؟ ما أنا مشينا للناس وإحنا فخورين أن الحزب الوحيد اللي الولايات يختاروا من يمثلهم في الانتخابات التشريعية، صح ولا؟ اللي حصل في بالك ولا نسيت؟ شوفي كانك مستغرب كانك ما يبلكش. انا مش نذكر لاني انا كنت احد الضحايا، ولكن هذه حقيقة، هذه نكتة سودة في تاريخ الحركة. شكون عملها؟ عملوها الناس اللي انتفعوا بهذا الامر. المكتب التنفيذي وقتها اللي قلنا متنفذين الكلهم اغلبهم سقطوا في الانتخابات، ومن بعد الكلهم حطوا رواحهم على رؤساء القوائم هذه وانتفعوا بهذا الامر. هذا ما كانش مقبول، ما كانش مقبول. لا كان مقبول ولا هو طوم مازال مقبول. جهد اذا كان الوضع في النهضة على هذه الشاكلة، كنقولوا النهضة نقولوا تقريبا الحزب الوحيد اللي بقى متماسك، الحزب الاكثر جماهيرية الى حد الان، وهذا اثبتته مختلف الانتخابات من 2011 لليوم. فماذا عن بقية الاحزاب؟ يقول لك محمد سالم ما عندناش رؤية داخل النهضة، احنا ديجا حايرين في مشاكلنا الداخلية، فماذا عن مشاكل البلاد وتحديات البلاد في المرحلة الجاية؟ هو معناتها الصراع نصور واضح داخل حركة النهضة، معناتها دوس خطوط المتصارعة، لكن فما شوية تفاصيل ممكن تنرجع عليها. لكن هذا ذكرنا برشا بالصراع اللي صار داخل حزب الدستور في 79 80 81، مطالبة بالديمقراطية داخل حزب الدستور، المجموعة متاع مستيري بجي قاد سبسي الى ما اخره 71 تحديدا، بداوا من اول السبعينات، الانشقاق صار من بعد في 81 82. لكن نفس الصراع تقريبا ضد الحبيب بورقيبه، نفس المنطق نتاع الصراع، ديمقراطيه داخل الحزب، هل الشخص ام الحزب، الزعيم ام الحزب، معناتها شنو هي الاولى معناتها. لكن نعرفوا الناس كل المآلات ما سمي بالديمقراطيين الاشتراكيين وقت اتسيترا، ونوصلوا في الاخر معناتها بسحقهم الزعيم نوعا ما، وخرجوا من الحزب وقرروا يروحوا برا الحزب، بعد قرروا يروحوا برا من السياسه، فمشكل قرروا يروحوا متتبع قضائيا اصلا معناته، فمشكل قرروا يروحوا في السجن سجن سياسي. لكن هذيك كانت في ظروف الاستبداد في وقت مش باش تعاود نفس الشيء على المجموعه المعارضه في حركه النهضه لا والحمد لله مش باش تعاود نفس الشيء على اي حد معناته، على اي حد نعم. لكن فعليا السؤال هو ما هو المآل في النهاية؟ معناتها إذا كان فعليا ما يصلوش مثلا إلى مؤتمر يراوه ديمقراطي، أو يوصلوا مثلا إلى حالة تمديد فعلية بحكم الواقع، شنو هو المآل؟ معناتها هل باش تواصلوا الصراع من داخل حركة النهضة، معناتها النضال من داخل حركة النهضة على ما تراوه الأفكار والمبادئ نتاعكم، عم بشي يصير فما انشقاق؟ فما الناس تحكي على انشقاق ممكن، فما شكون يحكي حتى على انه بصدد المجموعه هذه، مجموعه المئة والناس اللي معاها بصدد تدارس فكره الانشقاق عن النهضه وتشكيل حزب سياسي جديد. لكن حتى مجموعه المئة في حد ذاتها معناتها
سياسيا وديولوجيا مش فما ما يعاب عليه متجانسه برشا معناتها راهو فيها شخصيات من توجهات مختلفه داخل حركه النهضه. مثلا استاذ محمد بن سالم عنده توجه معروف، لكن استاذ مثلا نجار ولا استاذ حبيب اللوز عندهم توجه اخر اكثر محافظه اكثر تقليديه. شيخ العكروت ايضا شيخ العكروت وغيره. سي عبد اللطيف المكي توجه وسي سمير ديلو توجه اخر، معناتها مختلف من الحركه الطلابيه من العمل الطلابي اتجاه الاسلام الطلابي الى ما اخره. معناتها هما في حد ذاتهم مجموعه ما يسمى مجموعه المئة غير متجانسه في الاصل فكريا وسياسيا، لكنها تجانست حول الموقف هذا، حول الموقف من ما يسمونه اصلاح مؤسسات الحركه داخليا. وهذا ذكرني بكلام قاله حتى سي لطفي زيتون في 2013-2014، كلام وقتها ما كانش عنده اثر كبير. قال انه انا راه انه مستقبل حركه النهضه هو انها تولي احزاب داخل الحزب، معناتها او تيارات داخل الحزب، اجنحه داخل الحزب، ولازم نلقاو طريقه. قال عاجلا ام اجلا لازم نلقاو طريقه باش تتعايش لاداره الاختلاف، لاداره الاختلاف. ويبدو انه كلامه صحيح ووصلته للمرحله اللي مش عيب في احزاب ديمقراطيه موجود بعض الاجنحه ويوليوا الناس كي يختاروا ما يختاروش زيد وعمر على سواد عيني، يختاروا على تصور فوالا، على تصور على رؤية ثورية أقل ثورية. لكن إن فشلتوا في فرض الأجندة الديمقراطية داخل الحركة، ما هو المستقبل؟ ما هو الأفق القدام؟ شوف أنا نقول إحنا مشكلتنا هي في المليون ونص ناخب اللي ضيعت الحركة الثلثين متاعها. وانا نقول المعركه لاسترجاعهم ماهيش مستحيله، ماهيش مستحيل، ثم امكانيه معناها باش نقنع الناس هذه على انه ما كانوش غلطين. حتى في ظل التوازنات الجديده محمد بن سالم مع صعود الاستاذ عبير موسي والدستور الحر، ايضا صعود ائتلاف الكرامه، واليوم تقريبا ائتلاف الكرامه اصبح يهدد حركه النهضه في قاعدتها الجماهيريه. صحيح، ولكن عندما حركه النهضه معناها ترجع لمكانها الطبيعي وتجدد عهدها مع المبادئ متاعها، مش تسترجع جانب من اللي خسرته، ربما مش الكل ولكن قادرين نسترجعه. احنا قلنا ضيعنا ثلثين، ربما نسترجع ثلث اخر. يعني بالنسبه لكم ائتلاف الكرامه غير قادر على محو النهضه انتخابيا؟ لا، محوها مستحيل، محوها مستحيل، ولكن قادرين نسترجعه بعض ما ضيعناه. علاش؟ لانه احنا كذلك عملنا اخطاء، يلزم نفسروا للناخبين نتاعنا ان عملنا اخطاء كبيره. الحزب الاول في البلاد مرتهن سياسيا ارتهان كامل للحلفاء نتاعه. الان معناها السيد نبيل القروي قبل ما يتشب كان يتكلم باسم الحزبين، علاش؟ لانه يعتبر بما ان احنا شادين في رئاسه البرلمان فاحنا عطينا رقبتنا لسي نبيل القروي. النهضه وبالتالي كانت مرتهنه لنبيل القروي؟ طبعا طبعا، عندما يتحدث مع السيد رئيس الحكومه يتحدث على انه انا احكي معايا انا، ما دام هما شادين في رئاسه المجلس معناها رقبتهم فيه. لكن نبيل القروي في السجن الان، شكون جبركم على هذا الارتهان اليوم اللي قلب تونس؟ محمد تو السجن يوم الجمعه اللي فات. انا نحكي على التماشي نتاع السنه اللي فاتت كلها. اليوم مازال مرتهن النهضه، مازالت مرتهنه برك تونس؟ مش هذا برك، طبعا مازال، ما دام الكتله هذه هي اللي تنجم تعدي الميزانيه وما تعديش، تنجم تسحب الثقه من رئيس البرلمان وما تقدرش، والارتهان هذا يا استاذ راهو احنا المليون ناخب اللي ضيعناهم قبل ما نتحالفوا معنا بالقرب، صح ولا لا؟ لانه احنا تحالفنا معاه بعد، الاخرين ناش ممكن مرتهنين للسيد الباجي قايد السبسي الله يرحمه، ما هو الله يرحمه ما هو كان وقت اللي يجي يعمل خطاب معناها قياده الحركه تبدا تبعث في المراسيل باش تعرف ايش باش يقول زعمه، وفما خوف وفما كذا، ما هو وقع ارتهان سياسيا لحزب نداء تونس بالخور اللي كنت نصف فيه، رغم الخور هذاك احنا مرتهنين ليه. بعد جات فتره اقل ارتهانا مع يوسف الشهر للحقيقه،
ومن بعد مباشرة رجعنا ولينا مرتهنين لسينا بين القرن. كان هذا محمد بن سالم، هناك من يفسر بأن النهضة دخلت في لعبة سياسية، أصبحت جزء من منظومة فاسدة وتورطت مع هذه المنظومة السياسية، وبالتالي ما عادش نجم توخر بالتويتي. أستاذ احنا حكيت الفساد هذه، الحمد لله الحمد لله لحد مش لحد الساعة الجراو وبحثوا في الملفات في كل الوزارات ولا فما وزير نهضاوي ومش كان نهضاوي حتى من وزارة ترويكا لا عنده ملف فساد على الإطلاق على الإطلاق. فبالتالي هذه مسألة، فما مسألة أنا مرة قلت لامونك في الأخوة بالك عندك أنت ورطني فيها مش مشكل، ولكن جاسوم جاسوم قلت فما تطبيع مع الفاسدين، بعض ما يطبع مع الفاسدين. كنت تذكر تعرف وقتش قلت هذه، قلتها وقت اللي البعض كان يفكر أن النهضة تصوت النبيل القروي ضد قيس سعيد، وأنا كنت نعتبر أنه موقفنا الطبيعي هو أن نقف مع الناس اللي مع الثورة ضد الناس اللي مساندة للثورة المضادة. وقلت البعض، هني عملت نداء من هنا، قلت أنا أدعو التصويت وأن النهضة تقول باش نصوت للسيد قيس سعيد، وأنه يزم نقطع مع الناس اللي عاملة صدقات وقلت مطبعين مع الفساد. فبعض الصحفيين قالوا هاو اتهم الحركة متاع بالفساد. فما فرق، أنا هنا ما نتهم حتى حد في النهضة أنه تورط في الفساد. وإذا حصل، لكن رئيس الجمهورية إذا حصل أنه أحد النهضويين يتورط في فساد، سوف نكون من أول، مش أنا برك، أغلبية النهضويين سوف يدينونه وسوف لن يدافعوا على أي فاسد سواء كان من نهضة أو من خارج النهضة. محمد سالم، اليوم الحقيقة برشة تساؤلات تطرح في علاقة بعلاقتكم برئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، اللي في عديد من تصريحاته يقول لك لا حوار مع الفاسدين، وما فهم من تصريحاته وأنه يرفض الحوار معكم ومع قلب تونس. لا، ما أظن هذا الكلام صحيح، لأنه حتى المحللين اللي كنت تحكي عليهم عمرهم لا قالوا هو يقصد النهضة بذلك، هو كان يقصد في قلب تونس، ولكن حركة النهضة وقيادتها الحالية وربما يكون على حق كذلك مش ديما ضد، أنه يراو الحوار يجي مع الناس كل باش نلقاو حلول، يلزم الناس كل تشارك في الحوار، وهذا طبيعي جدا، لأنه معناها مش أنت تختار مع من تحاور، الشعب التونسي حط لك في المعادلة قلب تونس كحزب عنده كتلة لبس. محمد بن سالم، حول حكومة انقاذ وطني، حول خارطة طريق وانتخابات سابقة لأوانها، حول برنامج اقتصادي واجتماعي لحكومة المشيشي اللي تقول عليها حكومة غير كفأة. نعم، انا ما قلتش الكل على الكل، ما نحبش التعميم، قلت فيه مشكلة بتاع كفاءة، فما مشكل كبير بتاع كفاءة بتاع بعض الوزراء اللي تعبانين جدا. وماذا عن رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة على كل حال وقت اللي تبدا المونتوراج تعب، ما تنجمش تكون النتيجه، لانه رئيس الحكومه مسؤول على كامل الليكيب، دونك انا الرجل ما نجمش نحكم عليه هو بالذات، ولكن وقت اللي نعرف كذلك انه السيد رئيس الحكومه ما اختارش كل وزراء، والناس كل يعرفوا انه فما كثير من الوزراء كانوا مفروضين عليه فرضا. من شكون؟ من رئيس الدوله، معروف هذا للاسف، ولا شبه عاده، معناها رؤساء الحكومات وقلتها في أكثر من مكان، مع سي الحبيب الصيد اختار معناها بعض الوزراء التقنيين، والباقي السيد الباجي قايد سبسي الله يرحمه هو اللي اختارهم، مع سي يوسف الشاهد نفس هذا، ما عادش سر أصلا، هذه مسألة معلومة. لكن السيد رئيس الجمهورية ومدير ديوان وفاو هذا يعني بشوي بش حتى كي ينفاو واضحة، هو يهدد إذا تمسوا الوزراء هذه راي تقوم القيامة، فهمتني؟ فبالتالي هذه حقيقة، احنا في دولة ديمقراطية ولا؟ احنا في دولة ديمقراطية وفما امور واضحة وضوح الشمس. طيب ما العمل اللي مش النفي هو اللي يخلي بالنسبة لي من صحتنا، شو المطلوب الان ونحن على ابواب سنة انت سؤالك على ابواب الحوار شنو؟ الحوار يلزم يمس كل شيء شامل شامل، لانه عندنا مشاكل في اكثر من مجال، المجال الاجتماعي والاقتصادي من اهم المسائل اللي يجب يكون فيها وفاق، ولو الدنيا دنيا
في الباب هذاك بالذات ما يزيدش يكون فما خلافات. شكون ما يحبش ان نقاوموا الفقر؟ شكون ما يحبش انه نحلوا ملفات والمعطلات؟ فما معطلات عديده في قوانيننا تخلي البلاد ما تقدمش، وما هوش معقول نغزروا لها. انت جيت مس حاجه يعيط لك واحد من هكا، ما فهمش شجاعه سياسيه باش نحلوا المشاكل. عملنا حاجه اللي بلدان عديده طلعت بها اقتصاديا اللي هي البي بي بي، حتى الان بين القطاعين العام بين الخاص. القطاع الخاص والعام حتى الان حتى مشروع ما تعمل. علاش؟ لانه اتحاد الشغل قال هذا فيه تخصيص. يا ولادي هو كل شيء الا خوصصه. معناها كي واحد نعطوه يبنينا مستشفى مش باش يولي كلينيك نتاعو، لا لا، باش يسلم المفاتح والسكانر والدنيا الكل للدوله. بل هذا فما تحوير وزاري ولا لا محمد بن سالم؟ النهضه تفكر ربما في تشكيل حكومه بديله عن حكومه المشيشي. لا، ما اظن ان واحد بعقله الان يفكر في اسقاط حكومه المشيشي. عندها 3 شهور 100 يوم ولا اقل ولا زايد شويه، يعني يزي من عدم الاستقرار وشويه عقل يا ناس، شويه عقل. انه تاقع عنده 2 ولا 3 شهورات حاليا ينضاف عليها 1 ولا 2 اخرين، ربما لما لا باش نطلعوا شويه من مستوى الاداء. اما اسقاط حكومه المشيشي الان انا نعتبره هذايا فيه عبث بالمصلحه الوطنيه. فلاثني علي العريض ينجم يكون الامين العام القادم للنهضه، ومن ثم الرئيس القادم لحركه النهضه، الشخصيه التوافقيه القادره على توحيد النهضه. انت علاش تعمل في سؤالات في سؤال واحد؟ ينجم يكون امين عام؟ طبعا ينجم، كان خلوه المتنفذين في النهضه. انت مع الخيار، مع هذا المقترح، مع التمشي؟ انا معاه انه يكون فما نائب او امين عام لرئيس الحركه باش رئيس الحركه يتفرغ للمهمه الاساسيه لولا اللي جاته في البلاد اللي هي لولا نقصد قبل ما خلاش مسؤوليات رئاسة البرلمان. وبالتالي يزم يفوض بعض صلاحياته، ما قلناش يفوض كل صلاحياته الى شخصية واحدة. اذا يقول لا انا مش فوضها الخمسة ولا الاربعة ولا قداش، معناه يحب يعاوم القضية ما يفوض شيء. علي العريض ينجم يكون الحل؟ ينجم يكون الحل كما كان سي حمادي، كان ينجم يكون الحل لو قبلوا بشروطه. مشى سي حمادي، سي علي قادر. اما اللي حاطين العصا في العجله لسي علي هما نفس الناس اللي طيحوا المبادره نتاع حمادي، رغم اللي مبادره نتاع حمادي مزاجا لانه مش هو جاء قال او عندي مبادره. فبالتالي هما نفسهم المتنفذين الان قاعدين يطيحوا، ربما نجحوا. تقبل ابن نور الدين بحيري امين عام محمد بن سالم؟ لا نقبل به انا ولا كثير. هو الان ما قدرش يكون رئيس كتله وخرج من رئاسه الكتله، فكيفاش تحبوا يكون امين عام؟ فما يجيش يداويني بالتي كانت هي دائه كما يقول شكون الشهر قاله. شكرا لك محمد بن سالم، شكرا جهاد الحسالم. هكا كل وصلنا لختمت هذا العدد من برنامج هنا تونس في امان الله.